بوسكيتس يلعبها ناحية اليمين إلى نافاس، يتقدم أربلوا هيضطر إن هو يعيدها إلى نافاس تاني، لا لعبها داخل منطقة الجزاء وأربلوا من جديد، أربلوا يمر وتاني جول جول جول. أخيرا يأتي الهدف، والهدف كان ينتظر، الهدف كان ينتظر سولدادو، يأتي الهدف في معاده بأقدام روبرتو سولدادو أخيرا بعد طول انتظار وبعد طول معاناة أمام هذه الكثافة الدفاعية وهذه الكتلة البشرية الأيرلندية أمام المرمى. المباراة الأخيرة في يورو 2012 العام الماضي دي إسبانيا فازت 4-0 في غدانسك في بولندا بأهداف توريس وسيلفا وفابري، توريس هدفين، سيلفا هدف، فابري هدف، الآن ماتا هدف، ماتا هدف، ماتا هدف، جوه الجول، خوان مانويل ماتا يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإسباني. لافور يا روخا يفرض سيطرته تماما الآن، يؤكد الفوز، يطمئن الجميع، وماتا ينهي المباراة قبل الأوان، تمريرة كازورلا، ينفرد ماتا ولا يخطئ، لا يخطئ ماتا، لحظة خروج راندولف يضع الكرة بمهارة وبدقة، شوف الكرة دي دقة ايه، دقة جراح، شوف الكرة مش ممكن ماتا، بدقة الجراحين، الكرة بين جسد راندولف ويده اليسرى من خرم